السلام عليكم ورحمة الله. أيها الأحبة، اليوم سنتأمل ثلاثة أسرار من آية الكرسي التي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام إنها أعظم آية من القرآن. السر الأول، لماذا هي أعظم آية في القرآن كله؟ القرآن 6236 آية. لماذا اختار النبي هذه الآية لتكون أعظم آية في القرآن؟ السر الثاني، لماذا هي آية الشفاء؟ هي جزء أساسي من أي رقية شرعية نقرأها، هي الآية التي نقرأها بهدف الشفاء إن شاء الله. والسر الثالث، لماذا هي آية الحفظ؟ فالنبي يؤكد أن كل من قرأ آية الكرسي صباحا يحفظه الله أو يضع عليه حافظا، وكأن الله يحصنه من الشر حتى يمسي، وإذا قرأها في الليل حصنه الله من الشر حتى يصبح، كأن الله يضع عليه حافظا أو يكون معه حافظ من الملائكة يحفظه من الشر. نريد أن نتأمل هذه النقاط الثلاثة. أول شيء أخي الحبيب، انظر إلى تركيب آية الكرسي، تركيب فريد. هي تبدأ بسبع كلمات: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الكلمات السبعة هذه فيها التوحيد الخالص لله. عندما تقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم أنت آمنت، انظر عندما تتدبر هذه العبارة، أنت آمنت بإله لا شريك له، إذا نجوت من الشرك، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذا الشرك ذنب لا يغفر إلا بالتوبة طبعا. الشيء الثاني، آمنت أنه لا إله يحكم الكون إلا الله، فهذا الإله العظيم هو المتصرف في الكون. لماذا؟ لأنه حي، ولأنه قيوم يقوم على شؤون العباد وشؤون الخلق وشؤون الطبيعة والكون. فمثل هذا الإله تعالى سبحانه وتعالى وتنزه أن ينساني، أن ينسى عبدا يقول يا رب، أن ينسى مخلوقا يقول يا رب ارزقني مثلا أو احفظني أو اشفني. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، كل الكائنات تنام وتغفل إلا الله سبحانه وتعالى. فكأن الله يريد أن يقول لك أيها الإنسان المهموم الذي تراكم عليه البلاء والهموم، الذي خذله الناس، الذي أغلقت أبواب الدنيا بوجهه، لا تيأس، هناك إله حي يراك، لا ينام ولا يغفل عنك ولا تأخذه سنة. الغفلة البسيطة جدا سنة، لا تأخذه سنة ولا نوم. هذا الإله له ما في السماوات وما في الأرض، كل شيء في الكون هو لله، ليس لفلان أو فلان، ولا يملك فلان أن يضرني ولا أن ينفعني إلا بشيء فقط كتبه الله علي أو كتبه لي. هذه قاعدة أتعلمها من هذه السورة، تؤكدها أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام: اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا الإله يمتد علمه لكل الكائنات، فهو يعلم من يحسدني أو يريد أن يضرني، ويعلم من يمكر بي، يعلم من يتكلم علي بسوء، يعلم كل شيء، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. فمثل هذا الإله، أنا عندما أتعرف على هذا الإله العظيم أرتاح، لأنه معي قريب مني، هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى، هو الحي القيوم. هذا الإله العظيم
لو أردنا أن نتخيل عظمة هذا الخالق، انظر معي أخي الحبيب، هذا الكون بمجراته، مليارات السنوات الضوئية، نصف قطر الكون فقط، المرئي طبعا، ما وراء ذلك لا نعلم ماذا يوجد. كرسي الرحمن أكبر من الكون، وفوق الكرسي العرش أكبر من الكرسي بكثير. فتخيل أن الله الرحمن على العرش استوى، تخيل عظمة هذا الإله العظيم. عندما ترتسم هذه الصورة في ذهنك أن الله عز وجل بهذه الصفات القوية، الحي القيوم، يقوم على شؤون عباده، يدبر الأمر، الله أكبر من الكون، وهذا شيء منطقي لأنه هو خالق الكون سبحانه وتعالى. فعندما أضع هذا الاعتقاد في ذهني أرتاح جدا، أنني تعرفت لإله قوي، لإله أكبر من هذه المخلوقات جميعا مجتمعة. الأرض بمن عليها لا تساوي ذرة بالنسبة لله، بل أقل. فإذا أنا لماذا أحمل الهم؟ لماذا أخاف والله معي؟ لماذا أحزن والله يعلم ما في نفسي، يعلم مشكلتي؟ لا داعي أن أحزن أو أقلق، يعلم ما بين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وسع كرسيه السماوات والأرض، الشفاعة بيد الله سبحانه وتعالى. أخي الحبيب، يعطيها من يشاء من عباده، والشفاعة العظمى ستكون لنبيكم عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. فالذي أحب النبي وتمنى أن يكون معه، صدقوني سيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، مهما كان، مهما فعل من الأفعال، بشرط أن تحب هذا النبي وتحب أن تكون مع الله ورسوله. قد يقول قائل كيف تقول هذا؟ أقول لك أخي الحبيب، أعرابي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، متى تقوم الساعة؟ والحديث معروف في الصحيح يعني. المهم النبي عليه الصلاة والسلام في آخر المطاف قال: ماذا أعددت لها؟ فالأعرابي هذا يعني رجل بسيط حديث الإسلام، يعني ليس لديه كثير صيام ولا صلاة، ولا هو إنسان عادي مثلي ومثلك، يعني اعتذر للنبي وقال: يا رسول الله، يعني ما عندي شيء أعددته سوى أنني، أو غير أنني، أو إلا أنني أحب الله ورسوله. انظر كم هذه العبارة بسيطة ولكن ثقيلة جدا. النبي بكل بساطة قال له: أنت مع من تحب يوم القيامة. انظر، يكفي أن تحب هذا النبي وتحب هذا الإله العظيم. إذا يعني امتلأ قلبك بحب الله ورسوله، ثق تماما الله سيوجهك نحو الخير، سيحجب عنك المعصية. حتى لو أصررت وتريد أن تذهب إلى المعصية تجد أن الأبواب مغلقة أمامك سبحان الله. لأن من يحب الله بصدق يحبه الله بصدق، قال تعالى: يحبهم ويحبونه. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هذا الإله الذي لا يعجز أن يحفظ السماوات والأرض بمجراتها وكواكبها ونجوم، أيعجز أن يحفظ إنسان يقول: يا رب احفظني؟ هذا الإله لأنه علي عظيم وهو العلي العظيم، تعالى الله عن ألا يستجيب دعائي، تنزه الله عن أنه لا يعلم شيء أو لا يعلم ما بداخلي. فلذلك هنا أيها الأحبة، عندما تنظر معي لهذه الآية، آية الكرسي،
على أنها اشتملت على هذه الصفات التي تفردت بها في القرآن تستحق أن تكون أعظم آية. الشيء الثاني أنت إحساسك بالله، شعورك بهذا الإله العظيم أنه قادر أن يشفيك ويعلم ما يعلم مرضك ويعلم كل شيء، حتى المرض الذي أصابك أصابك بأمر الله، حتى هذا الفيروس هذه البكتيريا لا تتحرك إلا بأمر الله، وبالتالي هذا الإله قادر أن يشفيني. فلذلك أنا عندما أقرأ آية الكرسي على نية الشفاء، آية الكرسي في داخلها طاقة شفائية أيها الأحبة. هذه الكلمات التي نقرأها نحن نظن أننا نقرأ حروف وكلمات، لا، تركيبة هذه الكلمات في داخلها أسرار، في داخلها قوة كاملة للشفاء نحن لا نراها، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقرأ آية الكرسي على المرض. فهذا الإله الذي يحفظ كل السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما، هذا الكون بمجراته، تصور أن الله يغفل ثانية واحدة سينهار هذا الكون. فهنا أخي الحبيب، الله عز وجل قادر أن يحفظني عندما أقرأ هذه الآية. لذلك هذه الآية هي آية الحفظ، يحفظك الله بها إذا قلتها صباحا يحفظك حتى تمسي. فعلى الأقل اقرأ هذه الآية مرتين، آية الكرسي هي الآية 255 من سورة البقرة، اقرأها مرتين على الأقل، عندما تستيقظ من نومك وقبل أن تأوي إلى فراشك على الأقل، لتضمن الحفظ والسلام من الشر، فيصرف الله عنك من الشرور ما لا تعلمون ما لا تعلمون وما لا تتصورون. ولا داعي أن تنتظر حتى تمرض لتقرأ هذه الآية، اقرأها على جسدك، يعني اقرأها هكذا هكذا، وانفث يعني نفثة خفيفة جدا، وامسح بها وجهك، هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل، وهذا له أثر نفسي أيها الأحبة. فاقرأها هكذا وامسح بها وجهك، امسح بها بعض أجزاء جسدك، على نية أن يصرف الله عنك المرض، أن يحفظك من شر المرض، على نية أن يحفظك الله من شر الحاسدين، على نية أن يحفظك الله من شر إنسان يترصدك أو يمكر بك، على نية أن يصرف الله الشر عن أولادك عن أهل بيتك. وبالتالي هذه الآية والله أنا أعتبرها كنز، هدية من الله لنا، يرتاح الإنسان عندما يستمع إليها وعندما يقرأها، لكن بشرط أن تتدبر، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، ليس لنقرأه قراءة ميكانيكية، لا، ليتدبروا. أنا أريد أن أفهم لماذا هذه الآية تحفظني، يجب أن أفهم، أتدبر، أتأمل، لماذا هي آية الشفاء، لماذا هي آية عظيمة، يجب أن أفهم، أتعمق في هذه المعاني التي تحملها هذه الآية لكي أتذوق لذة وحلاوة القرآن. وبالفعل أنت عندما تتعمق بهذه الآية وتشعر بها كل حرف، تشعر بكل حرف من حروفها، فعلا تكون لك شفاء وحفظا من الشر، لأن التأثر بالقرآن مهم جدا في الشفاء أيها الأحبة. يعني آيات القرآن ليست حبة دواء نأخذها، لا، القرآن يجب أن يغير حياتك. يعني عندما يقول الله لك في هذه الآية، سأختم بهذا المثال لكي لا أطيل عليكم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. أنا يجب عندما قرأت هذه الآية، هذا الجزء من الآية، هذا المقطع، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يجب أن أعلم بل أستيقن أن الله يعلم كل شيء عني،
يعلم الشيء الذي بين يدي وما خلفي، يعلم ما في نفسي، يعلم بماذا أفكر، يعلم ماذا أفعل الآن. فعندما أدرك هذه الحقيقة وأستيقن بها لن أعصي الله أبدا، سأستحي منه سبحانه وتعالى. كيف أعصيه هو يراني وهو يعلم ما بنفسي؟ طيب كيف أكل الحرام والله يعلم ما بنفسي؟ كيف أكذب على إنسان وأغش هذا الإنسان والله يعلم ما بنفسي ويعلم ما بين يدي وما خلفي؟ فيجب أن تتأثر بهذه الكلمات وأن تطبقها في حياتك، وبالتالي ستكون شفاء وحفظا لك بإذن الله. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حتى يتبين لهم أنه الحق.